ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل معاكم بقيه حلقتنا النهارده. وطبعا يا جماعه من ارقى اساليب الامتنان والشكر لله عز وجل هو او هي اعتناء الانسان بجسمه والاجهزه العضويه. عشان كده احنا طبعا زي ما قلنا قبل الفاصل ان احنا خصصنا فقره ثابته مع علم الريفلكسولوجي، وعشان كده هتكون معانا متخصصه في الطب الصيني واخصائي النفسي استاذه نوره جمعه. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي، شرفتينا حبيبتي. اهلا بيكي كوتش نوره، وحشينا من المره اللي فاتت. وانتوا كتير والله. هنكمل مع بعض كلامنا عن علم الريفلكسولوجي. المره دي خلاص حفظناها. تمام. عرفنا المره اللي فاتت ان علم الطب الصيني بنقدر من خلاله ان احنا نعالج او نعتني باجهزتنا الداخليه الحيويه عن طريق التدليك. وعملنا المره اللي فاتت التدليك عن طريق الايد. تمام. بس عايزين ايه شويه كده نبذه عن الموضوع ده تاني عشان في مجموعه من المشاهدين ما شافوش الحلقه المره اللي فاتت. تمام. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن علم الريفلكسولوجي اللي هو في القدم واليد. المره دي هنتكلم عن الطب الصيني عامه، المسارات اللي هي داخل الجسد. فمش هنتكلم على الرجلين والايدين، هم اساسي يعني وكده. بس بالنسبه للمسارات اللي في الجسم، عندنا في الجسم 14 مسار. تمام. المسارات دي خاصة بالطب الصيني. تمام. فاحنا عندنا مسار المعدة، وعندنا مسار المثانة، وفي صور بتبين أكتر اللي هي المسارات دي بوضوح، لأن هي بتبدأ مثلا عندنا مسار الرئة بيبدأ من تحت الأوبت هنا كده لحد الصبع اللي هو ده. وعندنا مسار المثانه بيمسك من الظهر كله. تقريبا مسار المثانه ده اكتر مسار في نقاط في الجسم. تمام. فهي طب هو ايه الفرق ما بين المسارات والنقاط؟ يعني هل مثلا المسارات دي يعني بتبقى حاجه خارجيه زي ما احنا قلنا قبل كده، مثلا بتوصل من الايد للقلب زي ما حضرتك ما قلتي، بتتفق مع النقاط، ولا يعني ايه النقطه اللي بيتفقوا فيها مع بعض وايه النقطه اللي بتفرقهم عن بعض؟ يعني تمام. برضه عايزين نوضح ده. المسار عباره عن مجموعه نقاط. مجموعه النقاط دي بتعمل مسار داخل الجسد. المسار ده وظيفته اللي هو بينقل التغذيه للجسم، زي بالظبط الشرايين كده، يعني بينقل التغذيه والطاقه، لان اسمها اصلا مسارات الطاقه. فطبعا لو في اي خلل في الجسم بيتنسب للعضو ده، ولو اي خلل في عضو واحد بس الأعضاء كلها بتتأثر والجسم كله بيتأثر. لأن نظرية الطب الصيني الإنسان كله منظومة كاملة واحدة، نفس وروح وجسد. فأنا لو عندي مشكلة في الروح هيبقى عندي مشكلة في الجسد، لو عندي مشكلة في النفس هيبقى عندي مشكلة في الروح. فهي كلها منظومة متكاملة مع بعضها. طب إيه وسائل التانية للطب الصيني غير التدليك للعناية بالجسم؟ يعني في وسائل تانية غير بالنسبه للمسارات؟ احنا ممكن عشان ننشط المسارات دي بنستخدم اكتر من تقنيه. يعني مثلا عندنا الابر الصينيه، عندنا الحجامه، واحنا قلنا المره اللي فاتت برضو بالنسبه للحجامه. عندنا الريفلكسولوجي، عندنا كمان التنفسات. يعني في كمان من الحاجات المهمه جدا تمارين التنفس مهمه جدا بتنشط كل المسارات اللي في الجسم. وعندنا كمان حاجه اسمها التايتشي، دي تمارين رياضيه برضو. بس بتستخدم الخفه، مفيش فيها مجهود عضلي وذهني. يعني هي فيها مجهود اكتر اللي شبه اليوجا يعني كده مثلا، ولا يعني هي قريبه من اليوجا بالتأملات يعني هي بصي دمجه ما بين التأمل، ودمجه ما بين اليوجا، ودمجه ما بين التنفس والتمارين نفسها. فهي في نفس الوقت كلهم مع بعض كده بيخلوا الانسان يعيد الطاقه الحيويه داخل الجسم كله. لان هي اصلا بتبقى حركات ماشيه بهدوء جدا، بتحسي اللي انت جوه جسمك اكتر، متناغمه مع جسمك، متناغمه مع روحك. طب في صور هتنزل معانا دلوقتي علشان نشوف المسارات اللي حضرتك بتتكلمي عنها، تنزل معانا الصور دلوقتي. تمام. ده عندنا مسار الرئه. ده مسار الرئه. تمام ماشي. في عندنا مسار النقاط بقى، في عندنا مسار القولون، في عندنا مسار اسمه مسار الرئه. هنا يعني بيبدا بقى منين؟ يعني لو انا مثلا عايز اعمله تدليك بيبدا من، انا شايفه انه واصل على كفه اليد عند صباع الابهام. تمام. صح كده؟ انا مثلا دلوقتي لو انا عايزه انشط المسار ده، هو المسار ده ين
ين يعني جاي من تحت، يعني في عندنا نظريه في الطب الصيني اليان واليانج. اليان واليانج اللي هو الظاهري والخارجي، الانثى والذكر. فاحنا عندنا اللي هو الظاهري والخارجي ولا الظاهري والباطني؟ لا سوري، الظاهري والباطني، يعني باطن وظاهر. فاحنا عندنا مسار اليان ده يعتبر مسار باطني، تمام. وعندنا مسار المثانه يعتبر مسار خارجي اللي هو ظاهري. فاحنا لو هننشط مثلا مسار المثانه فهنبدا تنشيط من هنا، ممكن نعمل تدليك، ممكن نعمل حجامه. من الباطني الاول بنبدا المسار، يعني هناخد المسار كله لو هننشطه هنبدا اللي احنا ننشطه بالتدليك، وده اهم حاجه. في حاجات كمان ممكن، يعني لو انا باخد شاور وكده وعارفه طريقه المسارات او ما اعرفهاش، انا مجرد اصلا ما انشط جسمي او احرك جسمي كل المسارات دي بتتفاعل. يعني حتى لو انا عملت ايدي كده، يعني كل المسارات هنا عندنا في كل صباع بدايه مسار ونهايه مسار، يعني وفي الرجلين كمان اتصال بجهاز في الجسم. ما هو مسار الرئه متصل بالرئه، مسار القولون. وكمان ممكن يعالج اكتر من حاجه، مثلا ايه، لو مسار القولون ممكن يعالج الصداع. عندنا مثلا نقطة هنا اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت برضو، دي من أهم النقاط. دي بتعالج أكتر، يعني أكتر حاجة في الجسم، يعني مثلا لو في صداع، في ألم، في توتر، في خوف، في مشاكل في المعدة، في مشاكل في الدماغ. فالنقطة دي مهمة جدا لكل، يعني دي من أهم النقاط في الجسم. وعندنا كمان نقطة تحت الركبة هنا بثلاث صوابع، دي مهمة جدا. لو في حد مثلا قاعد كده وحاسس بخوف أو توتر ممكن بس يخبط عليها كده، اللي هو بينشطها. تخبيط يعني معنى كده تدليك، تخبيط، يعني دي نوع من انواع التدليك اصلا. يبقى الفرق ما بين النقط والمسار ان المسار ده اللي هو مثلا ماشي زي ما احنا قلنا كده في مجموعه من النقاط، في الرئه مثلا، بادئ من صباع الابهام لحتى الرئه. فانا لو دلكت في خلال المسار، بادئ من هنا للايدين، لو انا دلكت على اي نقطه في المسار فهي هتعمل بنفس الفايده زي ما انا بدات من بدايه المسار مثلا عند الصباع هنا، ولا ايه برضو؟ عشان هل انا فهمت صح؟ تمام. هو انت فهمت صح، يعني تمام. مثلا ايه، انا لو عايزه مثلا انشط المسار ده ممكن اشوف الصابع الخاص بيه وانشطه من هنا بس، يعني نقطه واحده بس، يعني هي نقطه البدايه بتاعه المسار دي كده كاني بنشط المسار. وده بيكون مهم جدا عندنا، سبحان الله ربنا ادالنا الحاجات دي في ديننا. يعني في الطب الصيني احنا لما واحنا بنعمل حجامه عشان نعقم جسمنا ونحاول ان احنا نكون يعني جسمنا من الدم الفاسد اول فاحنا لما بنيجي نعقم ايدينا بننشط المسارات، او بنغسل ايدينا، بنغسل ايدينا بالكحول لحد هنا كده، حركة الوضوء. فاصلا حركه الوضوء دي انا بمشي ايدي على كل المسارات اللي في الجسم، مجرد الملامسه، مجرد اللمس. مجرد اللمس اللي انت بتدلكي، او اللي انت الوضوء العادي بتاعنا، يعني انت لما انت بتتوضي بتحسي ان انت خلاص هو نشط كل الجسم، وده اصلا يعني موجود في الاثر بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. تمام، حلو جدا. طيب نكمل شرح كده على شويه برضو، نجيب بقيه الصور. نشرح كمان كم مصور. الحقيقه ان الصور للاسف مش هينفع تتعرض، لان هي يعني يعني مش لابسه. تمام، مفيش مشكله. طيب خلاص، تمام خلاص، هنكمل. ندخل في الجزء اللي ليه علاقه بالمشاعر. ايه تاثير المشاعر على الاجهزه الحيويه؟ تمام. هو احنا عندنا من ناحيه الطب الصيني المنظور المشاعر، طبعا في حاجه اسمها ذاكره الجسد. ذاكره الجسد دي بتخلي كل شعور بيتخزن في الجسم، وبيتخزن كمان في الاعضاء. يعني مثلا عندنا شعور الحزن، الشعور الحزن بيعمل مشاكل في الرئتين. بتحسي اللي اصلا طاقه الرئتين مش مظبوطه خالص. فالشخص اللي عنده حزن، او مثلا حد عنده مشاكل في الرئتين، اعرف على طول اللي هو ايه، كان حزين او نتيجه حزن وكده. فبيبقى حتى في تنهيده كده بتطلع من قلبه، اللي هو في الم في في التنهيده دي. فهو الحزن بيأثر على الرئتين. طب انتوا بتقسموا المشاعر في علم الطب الصيني زي ما احنا ما بنقسمها مثلا كده، اللي هو حزن وفرح وكده، ولا ليها تقسيمه معينه؟ نفس المصطلحات اللي احنا بنفهمها كده ونقعد احنا واصحابنا، ويعني ولا مختلفه شويه وتقيله، ولا ايه؟ تمام. لا هي نفس المصطلحات، بس الفكره اللي هي
المصطلحات دي بتأثر على ايه في الأعضاء بتاعة الجسم. تمام. زي ما قلنا دلوقتي الرئتين، الحزن، تمام، عندنا الغضب، الكبد، يعني اكتر اللي هم رجال الاعمال، الناس اللي بتغضب دايما دي، او بغض النظر اللي هم اصلا مش واخدين بالهم اللي هم غضبانين وكده، لو ما تخلصوش من الغضب ده بيبقى عندهم مشاكل في الكبد. ومعظم الناس فعلا اللي تحس اللي هي وشها احمر كده وغضبت الغضب ده اللي هم بيطلعوه بقى لبره، اللي هم بيزعقوا كده، لكن الحزن اللي هو الجوه ده كاتم في نفسه. الحزن طبعا مفهوم تاني عن الغضب، يعني انا مثلا حزين لموقف معين بس انا تعديت المرحله بتاعه الحزن. يعني مثلا انا حزين دلوقتي بس متوازن، لان كلنا بنحزن وده شعور طبيعي جدا، ممكن لا قدر الله يحصل مثلا حاله وفاه وكده، فطبيعي ان انا احزن. بس الفكره انا باخد وقت قد ايه في الحزن. الحزن ده اثر عليا، لمس فيا ايه جوايا، والحزن بيأثر على القلب زي ما الصوره بتاعت احنا عندنا المشاعر. كمان القلق بيأثر على المعده. عندنا كمان الخوف. انا عايزه اعرفه فعلا القلق، يعني عارفه الواحد يقلق ده بقى، والتقلصات في المعده بيكون فعلا نتيجه توتر. هو اصلا القولون اسمه قولون عصبي. مثلا الناس اللي عندها قولون بتبقى عصبي، عصبي من التوتر، من القلق، من يعني في احداث كتير، ومشاعر بتبقى مشاعر. البطن اصلا جايه من الباطن، الباطن ده بيتخزن فيه كل المشاعر. ليه علاقه بالمشاعر. ليه علاقه بالمشاعر. زي برضو الظهر، الظهر كل حاجه جايه من بره خارجيه، بتاثر علينا من الخارج. فالمعدة والبطن والقولون دي كلها بتأثر عليها مشاعر القلق والتوتر والضغط العصبي. فدي بالنسبة للقولون. عندنا كمان الخوف. الخوف بيأثر على الكلى، زي الأطفال اللي بيخافوا وبيبقى مفزوعين. كمان الناس اللي هي بتبقى الكلى بس ولا كلى والمثانة؟ ما هي الكلى بتأثر على المثانة. تمام. يعني مثلا لو في طفل خايف، ومعظم الاطفال يعني بيبقى في سن صغير وكده بيخاف، العادات وتقاليد احنا بنخوفهم اصلا، يعني هم مش بيبقوا خايفين. بس انت ممكن تقولوا له كلمه يخاف منها، تحذيرات والحاجات دي كلها بتاثر على الطفل. طبعا اصلا سبحان الله بيبقى مخلوق مش عارف شعور الخوف، احنا اللي بنعلمه، احنا اللي بنزرعه فيه طبعا وبنزرعه فيه. فطبعا لما بيخاف بيحصل له مشاكل في المثانة، فبيبقى عنده تبول ليلي. يعني معظم الناس اللي عندها تبول، الاطفال اللي عندها تبول ليلي دول بيبقوا من الخوف. والناس اللي عندها تبول لا ارادي دي برضو من الخوف ومن الفزع. وكمان الناس اللي بتحلم بكوابيس، يعني في ناس دايما تقول لك ده انا بيجي لي كابوس وكده، دي بتبقى عندها مشكله اصلا في الخوف، فبتاثر على الكلى وبتاثر كمان على المثانة. طب ثانيه، الكوابيس هنا لو هي بتخش احنا الفقره للاسف انتهت. احنا ده يعني طبعا احنا كنا عايزين نقول كلام كتير. هتكون معانا باذن الله كل اسبوع باذن الله، وعندنا كلام كتير هنعرفه، هنبتدي ان احنا نبتدي ان احنا نقول يعني ان شاء الله باذن الله في الحلقات اللي جايه زي ما احنا قلنا ايه متعلق بايه، فاحنا نبتدي بقى ندي بقى حلول. نبتدي بقى نقول للناس ازاي ان احنا نحد من الخوف ومن الغضب. بالظبط. الفقره الجايه باذن الله هنقدم بقى حلول عن حاجات كتير، استنونا. وهنختم فقرتنا دي، ونتمنى ان فقرتنا تكون نالت اعجابكم، وهننتقل لفقره جديده في البرنامج. استنونا الاسبوع الجاي. سلام عليكم.